برودة الطقس وما كان فوق أرضي في الميدان أهم ما ميز لقاء السياسي والشرف، والذي كان للمحليين بأقل نتيجة ممكنة هدف يسجل، والأول لبن شوية كمدرب رئيسي خلف لينور بن زكريا، ليتزامن ذلك مع غياب الجمهور من على المدرجات بسبب العقوبة المسلطة عليه حتى وإن كان قد سجل حضوره بقوة من على جبل الفقراء. جيلالي دشنا أول تهديد بكرة طويلة أخرجها الحارس غانم، لكن هذا الأخير لم يجد كيف يمنع بولحيا من وضع الكرة داخل شباكه بعد غفلة من الدفاع، لتؤثر بعد ذلك تدخلات عنيفة على النشط حماري، والتي اضطرت المدرب روجي ليمار لتعويضها بالمستخدم الجديد حبيوش تفاديا لأي طارئ. لكن لاعبو الفريقين بعدها لم يعرفوا كيف يخرجوا الكرة من خط وسط الميدان تقريبا حتى صافرة المرحلة الأولى. ولم تكن العودة من غرف حفظ الملابس أفضل من سابقتها، خاصة بعد توتر الأعصاب في بعض المرات بسبب ضغط النتيجة من جهة كولم داريس والبقية. وقد كان لإشراك جيل من جانب الشباب هدفه تكسير اللعب والحفاظ على النتيجة، والتي لم تكن لتسديدة ملولي أن تغيرها بعدما وجدت ناطش في المكان المناسب. وبالرغم من إدخال الضيوف للهدف مسعود في الربع ساعة الأخير من أجل العودة في النتيجة، إلا أن الأمور بقيت على حالها إلى حين إعلان غربال عن نهاية اللقاء بتعاقد مأمورية الشلف في مؤخرة الترتيب مع تعزيز نوعي السياسي من حيث رصيد النقاط.